هاي بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير وعلى خير. فيديو النهارده بيتكلم عن حاجه اسمها بذر اتون او بذر قطونه. انا مش عارفه بصراحه هي بتتنطق ازاي، بس انا هكلمكم عن تجربتي مع بذر اتون او بذر قطونه. بس قبل ما نكمل في الفيديو، بليز لو اول مره تشوفيني انا دودي فاطمه، تعملي سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو وفولو على الانستجرام ولايك لبيت الفيسبوك عشان يوصلك اي فيديو جديد ان شاء الله انا هعمله. عايزه اكلمكم عن بذر اتون اللي انا بستخدمه من زمان جدا. انا عرفته عن طريق كوافيرة كنت بروح لها، فكانت بشرتي دايما بيبقى فيها حب شباب، الكلام ده من اعدادية او من اولى ثانوي. تمام، قالت لي حياتي حاجة اسمها بذر اتون او بذر قطونة. رحت للعطار، عايز اقولك انه اداني يعني حبة دول كتير جدا جدا، هوريكي شكله برضو. رحت للعطار وقلت له عايزة بذر اتون، لقيته يعني محدش بياخده غيري تقريبا يعني، بس هو بصراحة نتيجته حلوة جدا جدا جدا. انا عايزة اوريكي الاول. بصوا، مش عارفه مشيف ولا ايه. بصوا ده شكله بالظبط، تمام، هو شكله كده بالظبط، تمام اهو. طريقة استخدامه سهله جدا جدا. نتكلم بقى اول حاجه مهمه جدا، ده كولاجين طبيعي للبشره وبارخص حاجه في الدنيا. ده حاجه رخيصه جدا، هو فعلا كولاجين للبشره، لان انت بتستخدميه بيعمل زي الجل على بشرتك، بتشيلي كأنك بتشيلي ستيكر او سويت، بيسيب البشرة كده كأنها مشدودة. عايزة اتكلم الاول عن فوائده عشان اخليك تبقي متحمسة جدا تعرفي بقى هو بيستخدم ازاي. فوائده انه بيساعد على تنقية البشرة وترطيبها، بيوحد لون البشرة وبيساعد على تفتحها في وقت قياسي جدا وفي وقت قصير، وبيبقى تفتيح ملحوظ. انه بيضيعلك حب الشباب ويخلصك من دايما من السموم الموجودة في بشرتك. حاجة هايلة هايلة هايلة. بيشد البشره وبيسيبها كانك بالظبط كده يعني حط حاجه كده فارده بشرتك، والله بتكلم جد يعني فظيع فظيع فظيع. برضو عايزه اتكلم عنه ان هو من ضمن الحاجات الرخيصه واللي هي ممكن تستخدمها لبشرتك لازاله الخلايا الجلد الميت، لان بيخليكي مش محتاجه ان انت تجيبي اي مقشر او اي سكراب. انت مجرد ما بتستخدميه بيخلصك من كل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي كلها، خلايا جلد ميت، حبوب بذور سودا، علاج الالتهاب الجلدي اللي بيبقى زي الحكه او الهرش او الحاجات اللي هي بتبقى تحسسيه في البشره. طيب عايز اقولك بقى بيستخدم ازاي. انت بتاخدي معلقتين، تمام، او معلقه تحطيهم في طبق وتحطي ميه دافيه. ميه ايه؟ ميه دافيه، اهم حاجه الميه الدافيه. هتحطي حبه صغيرين جدا وهتقلبيه كويس لغايه ما يبقى مزاج يعني ملمسه او قوامه كريمي او لزج كده في نفسه، تمام. انا برضو هعملك الفيديو عملي بس بعد ما اغير كده. هاي، احب اوضح لكم بس سر حبي في طرحه دي، هي بتكون بعيده كده عن وشي والحاجه ما بتتلخبطش جواها يعني، وبحس ان الحته دي بتعمل لي حلاوه يعني، هو مجرد احساس، تمام. هنجيب طبق فاضي بذر اتون اهو، معلقه كبيره، هناخد معلقه كبيره او معلقتين، معلقه اهي، ودي نص معلقه. انا شايفه ان هو كده حلو يعني، هو لو بقى حاجه ماما هتستخدمه معايا يعني. و ميه سخنه، بصوا بطلع دخان، مش عارفه انتوا شايفين الدخان ولا لا، بس هي ميه سخنه هنكب كده، اهم حاجه ما يكونش كتير يعني، هتبقي متحكمه جدا جدا في الكبابين يعني. وهنقلب كده، لو لقيتي ان هو لسه ما مسكش حطي شويه ميه كمان. اخدت معلقه خلاص، برضو لو لقيتي ما مسكش حطي شويه ميه كمان عادي يعني. اهو قعدت اقلب، تمام، وحطيت شويه ميه كمان لغايه ما بقى كده خلاص. بصوا هنبتدي بقى نحطه على وشنا. ممكن تحطي بايدك عادي، بس انا يعني هحترمكم واحط بالفرشه كده بقى. بصوا جيلاتيني قوي في نفسه اهو، انا كده حطيت يعني، بس طبعا عمال يقع. بصوا هو لما اتحط بقى شكله كده، بصوا
يعني جيلاتيني جيلاتيني يعني. تمام، هو بقى هيلزق على وشك خلاص، وبعد كده هتشيل. دلوقتي هو نشف خلاص، المفروض بقى ان انا قعدت بيه كتير قوي لدرجه ان انا فقعت مش قادره يعني، فانا هشيله. تمام، انا المفروض كنت اشيله في طبق بس انا ما لقيتش طبق. بصوا بقى، هو لزق هنا يعني، الحته دي كلها لزقت. بصي بصي، متشاب بالعافيه اهو، بصي طبعا هو المفروض يكون يعني يكون ناشف اكتر من كده، بس انا بصراحه مش قادره، الجو برد قوي. بصي هروح بقى اغسل وشي ده كله واجي لكم بقى بعدها اوريكم الريزلتس وكده، فخليكم معايا اوعوا تمشوا. بصوا بقى، انا غسلت وشي، بصوا حلو ازاي، حلو جدا جدا جدا. نسيت بس اقول لك حاجه، انت اول ما بتشيلين على بشرتك بتلاقي بشرتك كانها لزجه كده، في حاجه ناشفه عليها. مجرد ما تغسلي بشرتك بقى بتلاقي قد ايه هو ناعم وطري وبيضه، كل حاجه تمام يعني. و باي باي. بابا هعمل لك فيديو تشوفيه ازاي بيستخدم، بس انا بقول لك الطريقه عشان انا لو نسيت اتكلم وانا بصور الفيديو عملي. تمام، يبقى هتاخدي معلقتين هتحطيهم في طبق او هتحطيهم في اي حاجه في بوله، وتحطي عليه ميه دافيه، وبعدين هتسيبيه لغايه ما يبقى متجانس كده كريمي، وهتحطي حبه ميه دافيه كمان عشان تزودي الليكويد او الجل اللي هيبقى موجود في البذر بتاع بذر كاتونه او بذر الاتون ده. انا بصراحه والله مش عارفه، بس انا ما عملتش على النت عشان اعرف الناس بتقول عليه ايه، سواء اللي بره مصر او اللي جوه مصر، لقيت اسمه بذر كاتونه. طيب، ممكن تضيفي عليه اي زيت عندك، او ممكن تضيفي زيت اللوز الحلو او زيت اللوز المر، ممكن تضيفي مثلا زيت جوز الهند نقطتين بساط. بس اهم حاجه تاخدي بالك لو هتضيفي اي زيت ما تفقديش قوام بذر الجتان. تمام، يعني هو هيبقى بذر اتون، سوري اتلخبط، اهم حاجه ما تفقديش التجانس بتاعه لانه هيبقى زي المستيكه. هتفرديه على بشرتك، هتسيبيه حوالي تلت ساعه لان هو هياخد وقت عقبال ما ينشف. تمام، انت هتحطيه وتسيبيه ينشف تماما لغايه ما تحسي ان بشرتك مشدوده، عارفه كانك بتستخدمي جيلاتين، بس كمان الجيلاتين بينشف قبل منه. لا، انت هتحطيه وتسيبيه تلت ساعه لغايه ما ينشف خالص، واحنا في السقعه دي ممكن ينشف بسرعه جدا، مش شرط تقعدي بيه ربع ساعه او تلت ساعه. وهتشدي، وانت بتشدي هتمشي عكس اتجاه بشرتك، يعني هتعملي كده. تمام، ده هيخلصك من الجلد الميت، بيشيل الشعر الزايد كمان، لو انت عندك شعر طويل هيتشال، هيوحد لون بشرتك، هيشدها وهيفردها. كولاجين حلو قوي للبشره، ممكن تستخدميه مرتين في الاسبوع او ثلاث مرات. عايزه اقولك انه هيغنيكي عن السكراب، مش هتحتاجي خالص انك تستخدمي مقشر يقشر لك بشرتك. تمام، احنا كده خلصنا الريفيو. بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وهنشوفكم ان شاء الله فيديو تاني قريب. دمتم بخير وحلوين، باي باي.